من ملعب سرت في لقاء خليل سرت والتحدي ضمن لقاءات الاسبوع العاشر لكره القدم آه هذا الفريق اللي هو يرتدي الغلال البيضاء الممزوجه بالأسود الاسود والمعروف عن الفهود فودي يرسي الكرة علي رزق لكن طويله بعض الشيء جمعه العبار يخطي كذلك الحال يستفيد منها صميدة احمد جمال هو خطيره دي كره خطيره قلت خطيره الله عليك الله عليك يا نقاس والله عليك يا علي رزق اذا تهديد حقيقي لطموح جماهير وعشاق نادي خلي سرته نادي خلي لكل من يعشق هذا الفريق لكن الحقيقة تقال بعد استلام المدرب ناصر الحضيري وانيس الباس تغيرت الأوضاع تماما يدخل منتصف الملعب يقوم بعملية توغل داخل منتصف ملعب فريق التحدي لكن يخطي يستفيد من الكرة لاعب فريق التحدي لعب بكر جازوي ليرسي الكرة اتجاه اللاعب محمد ابو راوي لكن الصميد هو الاقرب لدى المشاهدين ولعشاق الفريقين عبد القادر عبد الله مر الكره ليونس المغربي يونس يرسي الكره لاحمد جمال احمد يخطي استفيد بالكره جمع العبار ترسي الكره خطيره هذه الكره لكن مرت بسلام على مرمى فريق الخليج عمار مسعود ثاني من هذه الكره محاوله المرور هو خطيره خطيره خطير, خطير الكرة، سرعان ما كانت هناك هجمة عكسية، محاولة هذه المرة، محاولة خطيرة هذه كرة لفريق التحدي، لكن عمار مسعود فرق قلت، قلت قلت خطير هذه الكرة، خطيرة هذه الكرة من لاعب فريق التحدي مفتاح الجراري. هنا نتابع ونشاهد كيف ناصر الحضيري يحاول تنظيم صفوف الفريق أحمد جمال يرسي كرة لعلي رزق هناك انطلاقة لرزقي والتسديد أوه تسديدة وترجع من العارضة تحدي هذا الفريق اللي هو نال بطولات عديدة في عام 1967 كان هو بطل الدوري وفي عام 77 وفي 97 كان بطل وبطل السوبر كذلك الحال قل فهود بينما خلي صاحب البطولتين كاس الاتحاد الليبي وكاس ليبيا في موسم 2009 ومثل ليبيا في مسابقة شمال أفريقيا كاس شمال أفريقيا وكذلك كاس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إذا الفريقين في جعبتهم الكوس سواء فريق السرت أو فريق التحدي وما هذين هذه فرصة فرصة كرة لفريق الخليج ترفع داخل مناطق الجزاء وسهلة عند حسن المجبري منذ قليل وليس بن دردف بينما يشرف على تدريبات فريق التحدي مفتاح جراري ويساعد الكابتن عادل ميلود وإذا الفريق اسماعيل عبادي هذه فرصه لفريق التحدي لكن التسديده سهله بالقايد شعبان الزيداني وعصام الجراري يشرف على تدريبات وهذا هدف الاول هدف اول لمصلحه خليل سرت عن طريق احمد جمال اذا هدف اول لمصلحه خليل سرت عن طريق اللعب احمد جمال تسديده تسديده قويه استقرت في الشباك على يمين حسن المجبري كجدار جدار خط فريق الخليج نتابع هذه الكره هل سينجح فريق التحدي في العودة لنتيجة هذا اللقاء هو خطيرة وعمار مسعود ينجح في إبعادها أحمد جمال صاحب الهدف يرسي كرة لجريوم لكن تكون طويلة يستفيد منها روف الجحاوي ترجع عن طريق المغربي محاولة المرور المتوغل تغيير مسار الكرة لعبد القادر عبد الله تفوق في هذا اللقاء يوم 28/1/2010 كذلك الحال خلي سرت تفوق بهدفين وهذه فرصة لفريق التحدي فرصة ونحن نسرد في نتائج لقاءات الفريقين كاد أن يكون خلي السرت أن يضيف الهدف التالي من لا يتذكر يونس راشد طه الساحلي ورمضان الشبلي وكل النجوم اللي برزت عليه من هذا الفريق فريق التحدي انطلاق هذه المره سعد و وسميده قلت انطلاقات سميده الغايبه ومحاوله هذه المره ترجع الكره اسبقيه تعطي لحكم اللقاء في الملعب تغيير مسار الكره محاوله هذه المره لفريق التحدي الشعب زيدان يخطي عبد القادر عبد الله وفي هذه الاونه الساده المشاهدين الكرام انا مسعود الرماش احييكم من ملعب سرت وفي صافره حكم هذا اللقاء محمد الهوني اللي ينهي هذا اللقاء بتفوق ايجابي لفريق قليل سلط.